13 أستاذاً متعاقداً من المتابعين قضائياً دون اعتقال يغادرون المحكمة اليوم بعد تأجيل الجلسة وسط احتجاجات رافقت خروجهم، احتجاجات عمت مدناً أخرى تضامناً مع 46 أستاذاً يحاكمون بتهم الاحتجاج غير المرخص وخرق قانون الطوارئ الصحية. تم تأجيل الجلسة لتاريخ 13 يناير 2022 وهذا ما كان في الجلسة مباشرة، تم تأجيل الجلسة، ما كانش فيها شيء جديد. ننتظر لأننا ننتظر الجلسة المقبلة وهذه المتابعات لن تزيدنا إلا صمودا وثباتا على ملفنا العادل والمشروع المتعلق أساسا بمطالبنا بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. ويخوض المحتجون أيضاً إضراباً وطنياً على مدى 3 أيام تزامناً مع جلسة المحاكمة تعبيراً عن رفضهم للمتابعات القضائية في حقهم والاستمرار في المطالبة بإلغاء التعاقد وضمان الحق في التظاهر والاحتجاج. المحطة بالذات تأتي في إطار مساندة وتحصين المتابعين الأساتذة المتابعين الذين يتعرضون للمحاكمة السورية الانتقامية، يعني هذه نحضر اليوم جلسة أخرى من أطوار هذه المحاكمات الكيدية والسورية والانتقامية. التنسيقية الوطنية الأساتذة فرض عليهم التعاقد مستمرة في المطالبة بالترصين في أسلاك الوظيفة العمومية، في المطالبة بالقضاء على هذا المخطط الهشاشة الذي سيأتي على يعني ما تبقى من مجانية التعليم الذي سيؤسس لمشروع الخوصصة القادم. الحكومة المغربية تقول أنها تقبل الجلوس على طاولة الحوار مع النقابات وتدرس سبل حل هذا الملف. هذا الموضوع مطروح فوق طاولة ديال السيد وزير التعليم، وهذا الموضوع هذا يتم مناقشته بشكل دقيق ونوقش داخل مجلس الحكومة، وسوف أيضا نشرك فيه النقابات، وننقل لك نهاية الشهر غتكون فيه أخبار إن شاء الله جديدة ومبتكرة. ويقابل إضراب واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين تحفظ آباء وأولياء أمور التلاميذ الأكثر تضررا حسب رأيهم من هذا الملف، خصوصا في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي طالت قطاع التعليم أيضا. احتجاجات الأساتذة المتعاقدين الرافضين لصيغة التعاقد في التوظيف تستمر، ويضاف إليها مطلب تبرئة متهمين منهم على خلفية هذه الاحتجاجات أمام وعود حكومية بدراسة هذا الملف وإيجاد حلول نهائية له قريبا. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.